بتأدي خدمات، الخدمة مقابل فلوس وأجر، والرادي كلنا عندنا بطاقة ضريبية. إيه الفرق؟ أنا عايز أفهم إيه الفرق بين البطاقة الضريبية الطبيعية اللي عندنا كلنا وعند حضرتك وعند الطبيب وعند الصيدلي وكده، وبين إنك تخش في المنظومة الإلكترونية، غير التكلفة. وأتفق معك في التكلفة، أتفق تماما إنه لا يجب أن تكون هناك تكلفة إضافية، لكن أنا بسأل هنا إيه الفرق بين بين البطاقة الضريبية وبين إن أنا أدخل في المنظومة. أنا جهة حكومية زي مصلحة الضرائب، عايزة تنظم شغلها وتحكم الممولين فيها، تدخل الأطراف الممولين طرف في القصة ليه؟ أنا مش طرف في الموضوع أصلا. أنا لا يمكن عشان تعرف أنتوا بتاخدوا كام، علشان خليني أقول لك من الآخر كده، من الآخر. نعم. لأن هناك الكثر، مش لازم يكون كله، هناك الكثر سواء من المحاسبين والمحامين والأطباء وكل والمهندسين، كل المهن دي كتير منهم ما بيقولش دخله الحقيقي. أنا لما بروح عند دكتور، احنا بالنسبة لنا كل الأمور مكشوفة ومعلومة للجميع. أنا لما بروح عند الدكتور ما باخدش، أنا يعني لميس أو كمواطن بروح عند الدكتور، مين الدكتور اللي بيديلك فاتورة؟ أنا لا أتحدث عن الطبيب، أنا خليني أقصر حديثي. مين المحامي اللي هيديلك فاتورة؟ ما المحامين درجاتهم متفاوتة. حضرتك أنا عندي محامي بيبقى متدرب، عندي محامي بيبقى معه في المدة 5 سنوات، عندي محامين بتعمل داخل المكاتب، ودي نسبة تتجاوز 60-70% من عدد المحامين. المحامين اللي حضرتك تقصديهم لا يتجاوزوا 3-4%، أو لا يصلوا إلى 5%. طيب ما هو المحامي اللي هو المتدرب وكده، ما أنت بتكتب إن هو هذا محامي متدرب، وبالتالي ده بيبقى بيشتغل جوه المكتب. ما هو فرض التسجيل لم يفرق. فرض التسجيل والفاتورة لم يفرق. هنا بقى دي نقطة مهمة. أو معفي من الضرائب. هنا دي نقطة مهمة بقى، أن التسجيل يجب أن يفرق بين المحامي اللي بياخد $1,000,000، وحضرتك عارف ان دول موجودين، او اللي عنده مكتب، او المحامي الصغير المتدرب، او المحامي اللي بياخد اجر بسيط. على فكره انا عايز اقول لحضرتك معلومه، ان المحامي بيحترم القانون وبيلتزم بتطبيق القانون. انا مش مختلف. والمحامي اللي بياخد $1,000,000 بيكتب في قراره ان انا خدت $1,000,000، لانه اللي بيدفع $1,000,000 ده ما بيجيبهمش في شنطه، ده بيحول له على حسابه، فبالتالي الامور مكشوفه ومعروفه للجميع. عشان كده بنقول يا جماعه اقعدوا وتناقشوا معانا، احنا عندنا اسامي. كان في اجتماعات، هل كان في اجتماعات قريب مع الماليه ولا ايه الوضع؟ عملنا اجتماع مع رئيس مصلحه الضرائب واجتماع مع وزير الماليه، الكلام مطمئن. انما بتطلع في النص كده حاجات بتعمل لنا شيء من القلق.